بذر الكتان لما يتغلي هل بيعمل حاجة في موضوع التخسيس؟ بصي يا حبيبتي، بذر الكتان من الحاجات الغنية جدا بالأوميجا 3. بذر الكتان الزيت بتاعه اللي هو الزيت الحار، والزيت الحار مفيد جدا للكوليسترول، مفيد جدا للتخسيس، ما بيتخنش اللي بيتحط على الفول. أيوه. فأوميجا 3 بيقلل الكوليسترول، صحة حلوة قوي، وبيقلل الدهون. طب أعمله إزاي؟ أرش بذر الكتان على السلطة، أحط زيت الحار على السلطة. أنا مش عايزة أغلي بذر الكتان، أنا عايزة أحط معلقة بذر الكتان على كوباية مية مغلية وأقلبه وأشربه. اللي بتاخد بذر الكتان لازم تشرب مية كتير، الصبح مرتين في اليوم. يعني احنا لينا معلقتين صغيرين في اليوم. ده بيعمل ايه؟ بيمتص الدهون اللي موجوده في الجسم ولا بيمتص الدهون اللي داخله الجسم؟ لا، مفيش حاجه بتمتص الدهون موجوده في جسمك، اللي داخل وقت ما انت بتاخديه. بالظبط. وبعدين بذر الكتان كمان، اللي بتاخد بذر الكتان لازم تشرب ميه كتير جدا، لانه بيمتص الميه اللي في البطن. فناخد نشرب ميه كتير جدا، فلما تشربي ميه كتير جدا هتحسي بالشبع، وفي نفس الوقت بفضل الله لو كلتي اي حاجه فيها دهون ودهون مش كويسه هينزلها.